السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا طلابنا وطالباتنا لمادة علم الأحياء الدقيقة قسم التمريض، نستمر معكم في المحاضرات، واليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن موضوع البارازيتولوجي اللي هو علم الطفيليات. هنتحدث عن مقدمة، عن معلومات بسيطة عن علم الطفيليات، بحيث انه هذه المعلومات تكون مدخل لفهم طبيعة الطفيليات، تقسيماتها والامراض اللي بتسببها، ولمحة عن اللايف سايكل تبعت الطفيليات. طبعا يعني هتلاحظوا في المحاضرة هذه برضو انا يعني خففت من الشرايح، في شرايح حذفتهم انا من المحاضرة الاصلية وعشان نخفف عليكم المنهج، فهذه يعني المحاضرة إن شاء الله هتكون خفيفة يعني مش كبيرة، وطبعا هذه هي المعتمدة منكم في الامتحان النهائي. بداية، الطفيليات هي عبارة عن كائنات تعتمد على مخلوقات أو على عائل آخر تحصل على الغذاء والمأوى من هذا العائل. الطفيليات تنقسم إلى قسمين، الحيوانات الأولية اللي هي البروتوزوا يونيسيلولار أورجانيزم، هي وحيدة الخلية، وفي عندنا الهيلمينفيز اللي هي الديدان اللي متعددة الخلايا مالتي سيلولار أورجانيزم. الطفيليات أيضا تنقسم إلى عدة أقسام أو عدة تخصصات. القسم الأول اسمها إكتوبارازايت، هي الطفيليات التي تعيش على سطح جسم الإنسان، يعني على الجلد الخارجي لجسم الإنسان، وهذه بسموها او بسموا المرض تبعها انفستيشن. طبعا هذه تشمل الحشرات اللي بتعيش على جسم الانسان، زي القمل لايس، زي التكس القراد، زي المايتس السوس، او النوع من انواع الحشرات هذه بتعيش على جسم الانسان الخارجي وليس داخل جسم الانسان. الطفيليات اللي بتعيش داخل جسم الإنسان بنسميها إندوبارازايت، هذه بتعيش داخل جسم الإنسان سواء كانت بروتوزوا أو هيلمينسيز، فبتعيش داخل جسم الإنسان بنسميها إيش اللي هو إندوبارازايت، وبتعمل هذه إيش إنفكشن، بارازايت إنفكشن. في عندنا النوع الثالث اللي فري ليفينج بارازايت، هذه بتعيش في الطبيعة، طفيليات بتعيش في الطبيعة نان بارازايتك ستيج، يعني ممكن تعيش في التربة، ممكن تعيش في المية، ممكن تعيش في الهواء، ولكن هذه ممكن يعني في لحظة من اللحظات تعمل أمراض للإنسان، ولكن الأمراض نادرة جدا، ومثال عليها طفيل النجلاريا فوليري. الإندوبارازايت أيضا قد تنقسم إلى عدة أقسام، القسم الأول بنسميه أوبليجيت بارازايت، هي الطفيليات الإجبارية التي لا تستطيع أن تعيش خارج الهوست، خارج العائل، زي مثلا مين؟ طفيل اسمه توكسوبلازما جونداي، أو طفيل اسمه بلازموديوم اللي هو بسبب مرض الملاريا. هذول الطفيليات لا تستطيع أن تعيش خارج جسم العائل، إنما تحتاج إلى عائل لكي تعيش وتتكاثر وتتطور. هذه تقسيم الطفيليات. أنا قلنا في البرازايت تنقسم إلى بروتوزوا ولا هيلمينفيز. البروتوزوا تنقسم ايضا الى عدة اقسام، زي الاميبا، زي الفلاجيليت اللي لها فلاجيلا، البروتوزوا اللي لها اللي هو زي السبور، والسيلياتس اللي لها الاهداب. وفي الديدان تنقسم الى ثلاث اقسام، اللي هي النيماتودز اللي هي الطفيليات الاسطوانية، السيستودز الطفيليات او الطفيليات اللي هي الشريطية، التريماتودز اللي هي الطفيليات المفلطحة.
في عنا نوع تاني من الاندوبرازات اللي هي فاكولتيتيف بارازايت، هذه اختيارية، ممكن تعيش داخل الهوست وممكن ما تعيش داخل الهوست، تعيش فري ليفنج. في عنا طفيليات اكسيدنتال بارازايت اللي هي العرضية، هذه اصلا في الاصل بتعيش داخل هوست مختلف، يعني مثلا داخل حيوانات، داخل كلاب، داخل خنازير، داخل كذا، يعني بتكمل اللايف سايكل ودورة الحياة تبعتها داخل كائن غير الإنسان. لكن ممكن تصيب الإنسان بشكل عرضي، على سبيل المثال نجيب مثال، في طفيل اسمه إكينوكوكس جرانيولوساز، هذا بعيش في الكلاب بشكل عادي بشكل طبيعي، لكن ممكن يصاب في الإنسان وبنسمي المرض تبعه إيش؟ هايديتد سيست. في عنا طفيليات اسمها أبيرانت بارازايت، هذه الطفيليات أيضا يعني مكانها ليس الإنسان، لكن ممكن تصيب الإنسان ولا تتطور داخل جسم الإنسان، cannot develop further، يعني لا تستطيع أن تتطور أو تكمل اللايف سايكل داخل جسم الإنسان. ومثال عليها اللي هي توكسوكارا كانس، طفيل اسمه توكسوكارا كانس، هذا بيصيب الكلاب، لكن لو أصاب الإنسان فالإنسان لن يكمل اللايف سايكل لأنه مش مكانه جسم الإنسان، فهذا بنسميه الطفيليات الشاذة. الهوست اللي هي العائل، الهوست اللي هو اللي بيعيش داخله اللي هو الطفيل ويحصل على المأوى والغذاء. في أنواع من الهوست، في عن الديفينيتيف هوست، الديفينيتيف هوست هو العائل الذي يعيش فيه الطفيل البالغ اللي هي الأدلت بارازايت، ويحدث داخله اللي هو الانقسام الجنسي، يحدث داخله الانقسام الجنسي. نجيب مثال عليها، مثلا طفيل الملاريا بعيش في جسم الإنسان وبعيش في البعوضة، الآن الانقسام الجنسي يحدث داخل البعوضة، فالبعوضة هي الديفينيتيف هوست، والانقسام اللاجنسي يحدث في جسم الإنسان، فالإنسان هو الانترميديت هوست. الانترميديت هوست اللي هو الطفيل بعيش في عائل، العائل هذا بنلاقي فيه طور اليرقات اللارفال ستيج، اللارفال ستيج، أو تحدث داخله الانقسام اللاجنسي، تحدث داخله الانقسام اللاجنسي. بعض الطفيليات تحتاج إلى اثنين انترميديت هوست عشان تعيش وتتكاثر وتكمل اللايف سايكل تبعتها. نيجي لأنواع اللايف سايكل، في عنا دايت لايف سايكل، دايت لايف سايكل هي اللايف سايكل أو الطفيل لما يكمل اللايف سايكل دورة حياته في هوست واحد فقط، بنسمي اللايف سايكل هذه دايركت لايف سايكل، زي الانتاميبا هيستوريتيكا بتعمل كل اللايف سايكل تبعتها داخل جسم الانسان الهيومن. في الاندايركت لايف سايكل اللي بتعمل الطفيل اللي بيعمل اللايف سايكل داخل اثنين هوست او اكتر، اثنين هوست او اكتر. جبنا مثال عليه قبل شوية اللي هي الملاريا، الملاريا بتكمل اللايف سايكل داخل الانسان وداخل البعوضة. مصدر العدوى للطفيليات، كيف الطفيليات بتعدي الانسان؟ اول حاجة التربة والماء الملوث، ممكن عن طريق التربة تنتقل للانسان او الماء الملوث، بي عن طريق الطعام الملوث، سي عن طريق النواقل زي الحشرات مثلا انسكت فيكتورز الحشرات، او دي عن طريق الحيوانات، ممكن الحيوانات تعدي الانسان. طرق العدوى modes of infection، اول حاجة عن طريق الاورال transmission، عن طريق الطعام والشراب الملوث زي الانتاميبا هيستوليتيكا، بتنتقل للانسان عن طريق الاكل الملوث. فين skin transmission، عن طريق اللي هو الجلد، بعض الطفيليات بتغرز داخل جسم الانسان زي طفيل الشيستوسوما اللي بتعمل مرض البلهارسيا. في عنا فيكتور ترانسميشن، عن طريق النواقل زي طفيل الملاريا اللي بينتقل عن طريق البعوضة اللي اسمها انوفيلاس موسكيتو.
في عندنا دايركت ترانسميشن بشكل مباشر عن طريق الملامسة المباشرة، التقبيل مثلا أو الاتصال الجنسي. في عندنا فيرتيكال ترانسميشن اللي لما ينتقل الطفل من الأم للجنين، لما ينتقل الطفل من الأم للجنين. في عندنا لاتروجينيك ترانسميشن، هذه لما يتم زراعة عضو مثلا معين في جسم الإنسان يكون هذا العضو مصاب بطفيليات فينتقل إلى الشخص الريسيبيانت اللي حيستقبل الطفل أو يستقبل العضو. نبدأ نحكي عن بعض الطفيليات المهمة اللي بتعمل أمراض مهمة للإنسان. نبدأ في البروتوزوا اللي هي وحيدة الخلية، لها خلية واحدة. نبدأ بالأميبا. الأميبا يعني هي شكل بسيط، طفيل بسيط ليس له شكل معين، نو فيكس شيب، لأنه بيعمل سيدوبوديا لما يتحرك أو عشان يتحرك عشان الموتيليتي بيعمل أقدام كاذبة، وعشان يتغذى على اللي هي الخلايا أو يتغذى على الطعام تبعه بيعمل سيدوبوديا. نبدأ بطفيل الانتاميبا هيستوليتيكا، هذا شكل الطفيل اللي هو الانتاميبا هيستوليتيكا زي ما احنا شايفين بيعمل أقدام كاذبة عشان الحركة وإنه يتغذى على مخلوقات أخرى. نيجي إلى اللايف سايكل تبعت الانتاميبا هيستوليتيكا. أولا الانتاميبا هيستوليتيكا تنتقل للإنسان عن طريق الطعام والشراب الملوث، المية الملوثة والطعام الملوث. الأمراض اللي بتسببها الانتاميبا هيستوليتيكا عند انتستينال أميبياسيز اللي هو أعراض في الجهاز الهضمي زي الإسهال ووجود المخاط في البراز، بعدين تعمل أميبيك ألسر، تقرحات في أماكن محددة مثل الأمعاء، تعمل هيباتيك أميبياسيز، ممكن تعمل أعراض في الكبد، بالمونري أميبياسيز، ممكن تعمل أعراض في الجهاز التنفسي في الرئتين إذا كان وصلت الرئتين، تعمل ميتاستاتيك أميبياسيز، ممكن تنتقل إلى أي مكان في الجسم، تعمل كيوتينس أميبياسيز إلى أعراض في الجلد، ممكن تعمل جينيتو يورينري أميبياسيز، ممكن تعمل مشاكل في الجهاز البولي التناسلي. نيجي للطفيل الثاني اللي هو الجارديا لامبليا. اللايف سايكل تبعتها الجارديا برضو بتعمل لايف سايكل في ون هوست اللي هو الإنسان. الطور المعدي تبعتها زي الانتاميبا عن طريق الماتيور سيست، لأن هي طورين، هي سيست وتروفوزويد. فالطور المعدي اللي بعد الإنسان اللي هي السيست المتحوصلة. الجرعة الممرضة للإنسان 10 ل100 سيست، يعني بيحتاج الإنسان عشان يمرض من 10 ل100 سيست تدخل داخل الجهاز الهضمي. المرض اللي بتعمله اللي هي ميوكس دياريا، إسهال مع مخاط، وممكن عند بعض الأطفال يصير عندهم المرض مزمن وتعمل كرونيك دياريا. الطفيل الثالث اللي هو ترايكوموناس فاجيناليز، هذا الطفيل برضو بيكمل اللايف سايكل تبعته في ون هوست ميل أو فيميل، وينتقل هذا الطفيل عن طريق الاتصال الجنسي، سيكشوال ترانسميشن عن طريق الاتصال الجنسي. التروفوزويت هو الطور المعدي لأنه الطفيل هذا ليس له سيست، ما فيش له سيست على الإطلاق، فالطور المعدي هو إيش؟ التروفوزويت. الأعراض والمرض، المرض تبعه في الغالب في الجهاز التناسلي سواء كان للميل أو في الميل، فبتعمل أعراض بيتشيال هيموريج ستروبري ميوكوزا، يعني بتعمل كأنه زي نزيف في الجهاز التناسلي. ممكن تعمل ميتا بلاستيك تشينج، تغير في الخلايا وتقشر في الخلايا في خلايا المهبل عند الستات. في عنا برضو نوع من أنواع البروتوزوا اللي هي الهيموفلاجيلات. الهيموفلاجيلات اللي هي الطفيليات اللي بتكون موجودة في الدم، دم الإنسان، بالإضافة إلى فلاجيلا، عشان هيك بسموها هيمو فلاجيلات. فيتتبع عائلة ايش؟ التريبانوسوماتيدي اللي هي عبارة عن التريبانوسوما والليشمانيا.
هي عبارة عن تريبانوسوما والليشمانيا اللي هي ممرضات للإنسان. هذه شكل الهيموفلاجيلات زي ما تشايفين، يعني إلها فلاجيلا عشان هيك سموها فلاجيلات. فلاجيلات هذه طبعا يعني عضو الحركة عشان تتحرك فيها الطفيل، بالإضافة للأعضاء الثانية نيوكلياس والبارابيز البادي وغيره. نيجي للتريبانوسوما. التريبانوسوما بيكمل اللايف سايكل تبعته في اثنين هوست، البرتبريت هوست اللي هي الفقاريات زي الانسان او بعض الحيوانات الجيم انيمال زي الجمل مثلا والكلب والكذا، وبعض الحيوانات المنزليه زي القطه والكلب والهذا. الانفرتبريت هوست اللي هي الحشره اللافقاريات زي حشره السي فلاي. الطور المعدي اسمه ميتا سايكليك تريبانوسوماستيغوت فورم، هذا الطور المعدي للانسان ميتا سايكليك تريبانوسوماستيغوت فورم، لان الطفيل ممكن يلاقيه في اكثر من طور. طبعا طريقه العدوى عن طريق ايش؟ عض او الحشره تيجي بتعض الانسان اللي تسي تسي فلاي وبتنقل له اللي هو الطفيل، بتنقل الطفيل بالإضافة للكونجينيتال ترانسميشن، ممكن تنتقل من الأم للجنين. إذا كان الأم مصابة ممكن تنقل الطفيل للجنين. هذه شكل الحشرات سي سي فلاي. المرض تبعها بتعمل مرض اللي هو مرض النوم الأفريقي West African Sleeping Sickness أو بسموه تريبانوسومياسيز، وبتعمل بينليس تشانكري. تريبانوسوما التشانكري عبارة عن تقرحات في الجسم، وبتعمل كمان هيباتوس بلينوميجالي، بتعمل تضخم في الكبد والطحال أو لمفادينوباثي، تضخم والتهابات في العقد اللمفاوية خاصة في خلف الرقبة زي ما شايفينها في الصورة اللي تحت، بسموها وينتر بوتوم ساين. وينتر بوتوم ساين. نيجي للطفيل الثاني اللي هو ليشمانيا. الليشمانيا برضو بتعيش في تو هوست، اللي هو الديفينيتيف هوست اللي هو المان او الدوج او حيوانات اخرى ثدييات اخرى، بالاضافة للي هو الفيكتور الناقل. الناقل اللي هو عبارة عن ساند فلاي اللي هي ذبابة التربة من نوع فليبوتوماس سبيشيز، نوعها فليبوتوماس سبيشيز. الطور المعدي هذه فيها ايش؟ بروماستيغوت فورم. بروماستيغوت فورم بتعيش في امعاء اللي هي الحشره الساند فلاي. الليشمانيا بتسبب مجموعه من الامراض اللي هي مرض الليشمانياسيز او فيجرال ليشمانياسيز او بسموه كلا ازار. بسموه كلا ازار. كلا ازار يعني هذا اسم هندي دليل على ان لانه الجلد بيصير لونه ايش؟ اسود، فهو كلا من اللي هو اللون الأسود. في السبلين في الطحال أكثر عضو في الجسم يصاب في الليشمانياسيز اللي هو الطحال، فبتضخم الطحال وبصير سميك وبصير فيه التهاب بنسميه بيري سبلينايتس. برضو كمان الكبد بتضخم، و بنشوف بطن المريض شايفين حجمه كبير عشان بسبب تضخم اللي هو السبلين وتضخم الليفر. بنلاقي خلايا اسمها كفر سيلز عدد كبير جدا في الليفر، هي هذه الخلايا التي تصاب بالطفيل. لكن الخلايا الكبد لا تصاب بالطفيل، الهيباتوسايت لا تصاب بالطفيل. نيجي نحكي عن الملاريا، مرض الملاريا. في عنا أربع أنواع من الملاريا. النوع الأول بلازموديوم فيفاكس، تعمل بناين تيرشان ملاريا اللي الملاريا الحميدة الثلاثية. في عنا بلازموديوم فالسيبيرام بتعمل مالجنا تيرشان ملاريا اللي هي الملاريا الخبيثة الثلاثية. في عنا بلازموديوم ملاريا بتعمل بناين كوارتر ملاريا اللي هي الملاريا الرباعية الحميدة. في عنا بلازموديوم أوفالي تعمل بناين تيرشن ملاريا اللي هي ملاريا الحميدة الثلاثية.
بالنسبة للايف سايكل تبعت الملاريا بتتم في تو هوست. الهوست الاول اللي هو الديفينيتيف هوست اللي هو الحشرة البعوضة اللي اسمها انوفلاس موسكيتو، وقلنا قبل شوية ليش بسميناها ديفينيتيف هوست، لانه تحدث داخلها الانقسام الجنسي. الانترميديت هوست اللي هو الانسان، وتحدث داخل الانقسام اللا جنسي. اذا الانقسام اللا جنسي يحدث داخل الانسان اللي هو الاسيكشوال فيز، والانقسام الجنسي يحدث داخل البعوضة. في عنا طفل اخر اسمه الكوكسيدا. من الكوكسيدا في اهم نوع بيعمل امراض للانسان اللي هو توكسوبلازما جونداي. التوكسوبلازما جونداي هذا بيعمل اللايف سايكل دورة الحياة تبعته في اثنين هوست، الديفينيتيف هوست اللي هو القطط واشباه القطط زي مثلا الاسود والنمور والضبع وغيره، فبتم داخله اللي هو الانقسام الجنسي واللا جنسي. الانترميديت هوست اللي هو الانسان وبعض الثدييات زي بعض القوارض وغيره، وبتم فيه الانقسام اللاجنسي. شو الامراض اللي بتسببها هذه التوكسوبلازما جونداي؟ بتعمل اللي هو احنا بنسميها بالعامية جرثومة الحمل، فبتعمل كونجينيتال توكسوبلازموزيز. ليش؟ لانه لو الام الحامل مصابة بهذا الطفل ينتقل الطفل عن طريق البلاسنتا اللي هي المشيمة ويدخل جسم الجنين ويسبب للجنين أمراض مختلفة وتشوهات، وقد يؤدي إلى الإجهاض، وفي الغالب سيؤدي إلى إلى الإجهاض، عشان هيك سميناه كونجينيتال توكسوبلازموزيس. النوع الثاني اكوايرد توكسوبلازموزيس، هذه اللي هو التوكسوبلازما ممكن تصيب أي عضو في الجسم، ممكن تصيب اللي هو ليمفودينوباثي اللي هو الأعضاء الليمف نودز اللي هي الغدد الليمفاوية، خاصة الغدد الليمفاوية الموجودة في الرقبة اللي هي سيرفيكال ليمف نود. نيجي للنوع الثاني من الطفيليات اللي هو الهيلمنثسيز اللي هي الديدان، وقلنا الديدان هذه مالتي سيلولار يعني متعددة الخلايا. كل اللي شرحناه قبل من الطفيليات كلها يوني سيلولار وحيدة الخلية. هنبدأ من الآن نشرح عن الطفيليات متعددة الخلايا اللي هي الهيلمنثيز. الديدان مصنفة من مملكة الحيوانات وهي متعددة إيش الخلايا، لها ثلاث أغشية حواليها عشان هيك بسموها تريبلوباستيك ميتوزوا، ولو جينا قسمناها من اللي هو النص بالضبط هنلاقي متماثلة في الجهتين، عشان هيك بسموها باي لاترالي سيمتريكال يعني متماثلة الجهتين. نيجي إلى أول نوع من الديدان اللي هي الديدان الشريطية التيب وورم. طبعا هي ليش سموها شريطية؟ لأنها بتشبه الوشاح أو الشريط أو الحزام. طبعا هي مالتي سيجمنتد مقسمة إلى سيجمنتس، سيجمنت يعني قطع، عشان هيك يعني هي طويلة، يعني هي يعني ممكن نلاقيها عدة سنتيمترات أو عدة أمتار. لها أحجام مختلفة، عادة يعني بتعيش في أمعاء جسم الإنسان. نيجي لأول نوع من أنواع الديدان الشريطية سايكلوفيليديان تيب وورم اللي هي التينيا ساجناتا والتينيا سوليوم. هدول التنين واحد منهم بيكون موجود في العجول والأبقار، بنسميه تينيا ساجناتا، موجود في البيف تيب وورم يعني في العجول والأبقار. التاني بنلاقيه في الخنازير في البورك تيب وورم وبنسميه تينيا سوليوم. واضح انه اللايف سايكل تبعته بتتم في تو هوست. الهوست الاول اللي هو الديفينيتيف هوست اللي هو الانسان، الانترميديت هوست اللي هو الابقار او الخنازير، الطور المعدي تبعه اللي هو اليرقة، بنسميها سيستيركاس بوفيس او سيستيركاس سيليلوزا، هذه هي الطور المعدي للإنسان. بينما في الكتل أو الماشية البيضات هي بتكون إيش الطور المعدي.
زي ما حكينا الادلت ورم اللي هو الطور البالغ بعيش في امعاء الانسان، امعاء الدقيقه تبعت الانسان، والطفيل يضع البيوض في براز الانسان، والبويضات بنلاقيها وين؟ في التربه. الاعراض تبعتها والمرض ممكن نلاقي اعراض انتستينال تينياسيز، يعني اعراض في الجهاز الهضمي في الامعاء، خاصه انه طفيل ممكن يكون عده امتار، فحيعمل اكيد مشاكل في الجهاز الهضمي والامعاء. في عندنا اعراض تاني اسمه سيستسركوزيز. سيستسركوزيز بتعمله اللي هو طفيل التينيا سوليوم بسبب اللي هو اليرقه اللي اسمها سيستسيركاز سيليولوزا، يعني بتعمل برضو اعراض حسب مكان وجود اللارفي هذه في جسم الانسان. اذا كان وجد في العضلات فالاعراض حلاقيها في العضلات، وجد في الجهاز العصبي الاعراض حتكون في الجهاز العصبي وهكذا. في عنا طفيل اسمه اكينوكوكس جرانيولوساس، اسمه الشائع دوج تيب وورم، لانه هذا بيصيب الكلاب في البداية ثم ينتقل الى الانسان عرضيا. اللايف سايكل قلنا هو ديفينيتيف هوست الدوج الكلاب او الثعالب او الذئاب او ابن اوي زي ما انتم شايفين في الصور اللي تحت. الانترميديت هوست اللي هو الشيب الخراف والكتل الماشية. الخراف هي يعني افضل انترميديت هوست. طبعا الانسان وين من اللي هو اللايف سايكل هذه؟ الانسان يحدث العدوى داخل جسمه عرضيا، يعني الطفيل في الاساس لا يصيب الانسان، ولكن بشكل عرضي ممكن يصاب في الانسان اذا طبعا لامس اللي هو مثلا الكلاب او الحيوانات المصابه. الاعراض والمرض، اكثر عضو مصاب في الانسان اللي هو الليفر 63%، بيجي وراء اللنج الرئتين، ممكن باقي الاعضاء سبلين 1%، ليبرين 1%، بلفيك اورجان، الاوربت اند بون 3%. المرض بنسميه اكينوكوكوزيز. ممكن احيانا المرض يعمل فيتال انافيلاكسيز اللي هي حساسيه مفرطه قاتله بسبب اللي هو انفجار الهايديتد سيست او اللارفي تبعت الطفيل. هذه الهايديتد سيست تبعت الطفيل بتكون موجوده في الكبد، اذا كان انفجرت قلنا بتطلع مجموعه كبيره من الانتيجين، فبتعمل اللي هي الحساسيه المفرطه التي قد تؤدي الى وفاه الانسان. نيجي للنوع الثاني من الطفيليات، الديدان اللي هي تريماتودز، اللي هي الطفيليات المفلطحه. اهم طفيل من الطفيليات المفلطحه اللي هي الشيستوسوما اللي بتعمل مرض البلهارسيا، برضو هي اللايف سايكل تبعتها بتتم داخل تو هوست، الديفينيتيف هوست اللي هو الانسان، و الانترميديت هوست اللي هي الفريش ووتر سنيلز القواقع، والطور المعدي تبعها اللي هي السيركاريا لارفي، اسم اللي هو اليرقه تبعتها سيركاريا لارفي، بتيجي بتغرز في جسم الانسان. الاعراض والمرض، لانه الطفيل بيجي بغرز في جسم الانسان، مكان ما يدخل الطفيل في الجلد بيعمل حكه، فالحكه هذه بنسميها سويمرز اتش، لانه الشخص بيكون بيسبح في الميه فبتعمل له حكه في مكان دخول الطفيل. كمان المريض بيصير عنده دم في البول، فبنسميها انديميك هيماتوريا. انديميك هيماتوريا يعني وجود دم في بول المريض. ممكن تعمل الطفيل سيدو ابسيسز، يعني شبيه بالدمامل في مكان اماكن مختلفه في الجسم. ممكن تعمل كرونيك سيستايتيز، التهابات في المسالك البوليه وفي المثانه مزمنه. ممكن تعمل كالكولاي اللي هي حصوه. ممكن تعمل يعني اغلاق في الحالب، بنسميها الحاله هذه هايدرو يوريتر. وممكن تعمل كمان يعني سرطانات او نوع من انواع من السرطانات، سكيمال سيل كارسينوما في المثانه اذا كان طولت المرض لفتره طويله. النوع الثالث من الديدان اللي هو نيماتودز، اللي هو الراوند وورم اللي هي الديدان الاسطوانيه. في عندنا
دودة أو ديدان اسمها سترينجولويد ستير كوراليز. بالنسبة لللايف سايكل تبعتها، الطفيل بيكون موجود دائما الأدلت في السمول انتستاين في الأمعاء الدقيقة للإنسان. طبعا هي كيف بتعدي الإنسان؟ بيجي الإنسان بيمشي حافي، فبتغرز داخل جسمه وبتروح على الدم، ومن الدم بتروح على الرئتين، بتروح على القصبة الهوائية، بعدين بتروح على المريء، بعدين بتنزل في اللي هو الأمعاء الدقيقة، وبعيش الطفيل في الأمعاء الدقيقة في جسم الإنسان. هاي زي ما تشوفين في الصورة كيف بيغرز الطفيل في جسم الإنسان وماشي حافي، وبعدين بروح على الدم، ومن الدم بروح على الرئتين، بعدين بروح على الأمعاء الدقيقة. الأعراض والمرض، طبعا لما يجي يغرز في الجلد الإنسان الطفيل بيعمل اعراض في الجلد نسميها كيوتينس مانيفستيشن، بيعمل حكه او حساسيه، ديرماتايتس، اليرجيك، بيوريتيس اند ارتكاريا، حساسيه او حكه خاصه في منطقه الشرج اذا كان موجود الطفيل او وضع الطفيل البيوض في منطقه الشرج. اذا كان وصل الطفيل للرئتين بيعمل اعراض في الرئتين، برونشو نمونيا، كرونيك برونكايتس اند ازماتيك سيمتومز، يعني اعراض زي اللي هي الازمه او اللي هو التهاب الشعب الهوائيه. ممكن السترونجولويد نلاقيها في السبيوتم تبع الانسان اذا كان وصلت للرئتين، طفيل وصل للرئتين ممكن نلاقيها في السبيوتم في البلغم عند الانسان. نوع ثاني من النيماتودز اللي هو الهوكورم، طفيليات الخطافيه. في عندنا طفيل اسمه سكارس لامبيكويدز اللي هو اسمه الشائع الراوند وورم، طفيليات الاسطوانية. اللايف سايكل تبعته، هذا الطفيل بيعمل اللايف سايكل تبعته في وان هوست، في الانسان فقط، فقط في الانسان، ما فيش انترميديت هوست. والطور المعدي تبعته اللي هو البويضة اللي داخلها جنين، البويضة المخصبة، البويضة المخصبة هي الطور المعدي. في اللايف سايكل تبعت الطفيل ممكن الطفيل يصل للرئتين، عشان هيك بصير عنده اعراض اسكارس نمونيا، يعني ممكن يصير عنده التهابات او مشاكل في الرئتين. طبعا الطفيل اذا كان لقينا عدد كبير منه داخل امعاء الانسان امعاء الدقيقه ممكن يصير عنده نقص فيتامين A، ممكن تصير اللي هو توكسيسيتي بسبب وجود الطفيل اللي هو الميتابوليك اكتيفيتي تبع الطفيل، والمخلفات تبعته ممكن تعمل توكسيسيتي على جسم الانسان. ممكن اذا كان ولدنا عدد ضخم من الطفيل ممكن يسكر الامعاء، يعمل انتستينال اوبستراكشن، اغلاق للامعاء. ممكن يعمل زي ما حكينا نمونيا او مرض يسموه ليفلر سيندروم، اعراض اللي هي في الرئتين اذا كان وصل للرئتين. نوع ثاني من النيماتودز اللي هي الفيلاريال وورم، الفيلاريا هذه العائله تتبع اللي هو فلوريدي، هذه عبارة عن طفيليات رفيعة خيطية، بتسموها ايش؟ ثريد خيطية، يعني بتنتقل للإنسان عن طريق الحشرات، تنتقل للإنسان عن طريق ايش؟ الحشرات. طبعا في عنا أنواع مختلفة منها، مثلا الدودة الغينية درانيكولاس ميدنسيز، وفي عندنا ترايكنيلا سبيراليز، في عندنا اللي هو نوع من انواع الفيلارياسيس، هذه بصيب اللي هو الغدد الليمفاويه، اول نوع منها اللي هو وشيروشيا بانكروفتي. الطفيل هذا وشيروشيا بانكروفتي بيعيش في تو هوست، الديفينيتيف هوست هو الانسان، ما بيعيش في الحيوانات او ما فيش مخزن رينو ريزيرفار للوشيروشيا بانكروفتي. الانترميديت هوست اللي هو الحشرة أو البعوضة، الحشرة أو البعوضة هي الانترميديت هوست. الطور المعدي تبعها اللي هو الثيرد ستيج فيلاريوفورم لارفي، اللي يرقى من الطور الثالث، اللي يرقى من الطور الثالث هي الطور المعدي. طريقة الانتقال زي ما حكينا عن طريق اللي هو الحشرة هي اللي بتعدي الإنسان، وبتحمل الفلاري فورم لارفي اللي يرقى وبتدخلها داخل جسم الانسان. شو المرض اللي بتعمله والاعراض؟
هذا الطفل بروح بصيب اللي هو الغدد او الجهاز الليمفاوي، بيعمل اغلاق في اللي هي القنوات الليمفاوية، وبيعمل تضخم في الرجلين، عشان هيك بسموه مرض التفيل او إليفنتياسيس، مرض التفيل. وممكن طبعا يعمل بعض الاعراض الاخرى الغامضة زي الحساسية، هذا اللي هو تضخم في الرجلين بسبب اللي هو اصابة الطفل للقنوات او الاوعية الليمفاوية، فبتعمل تضخم في الرجلين، عشان هيك بسموه المرض اللي هو إليفنتياسيس. في عندنا طفل اسمه لوا لوا، هذا او بسموه افريكان اي وورم، اللي هو الدودة الافريقية التي تصيب العين. هذا الطفل برضو بيعمل اللايف سايكل تبعته في تو هوست، في الديفينيتيف هوست الانسان، والانترميديت هوست اللي هي برضو الحشرة، اللي هي حشرة المانجا مانجو فايل، او هي من نوعها كريبسوبس، هي الانترميديت هوست، وبتحمل الطور الثالث من اليرقات اللي هو الطور المعدي، تحقنه داخل جسم الانسان فبنعدي الانسان من اللي هو الطفيل. هذا الاعراض تبعت المرض، بيعمل المرض او الطفيل بيعمل تورمات سويلينج تحت الجلد، بسموها كالبر سويلينج او فيجيتيف سويلينج. طبعا هذه بتكون تحت الجلد، التورمات هذه بسبب وجود الطفيل. وكمان بتعمل اعراض في العينين، اذا كان وصل الطفيل للعين زي ما شايفين في الصورة اللي تحت، بيعمل اللي هو اعراض زي جرانيولوما، بيعمل بلبر كونجنكتيفا اللي هو التهابات في ملتحمة العين او في اللي هو الجفون تبعت العين الايليدز، وممكن يعمل بروبتوزيز جحوظ في العين، العين تجحظ من بسبب وجود الطفيل في عين الانسان.